بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. الحقيقة ده حديث هام جدا في أصل هذا الدين، وهو أن المعاصي وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينتهي الإنسان عنه تماما ولا يقترب منه أبدا، لأن هذه حدود الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون يجعل الإنسان بينه وبين حدود الله مسافة. يقول ربنا عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. والثانية آية أخرى: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تجيله الكوارث والألام والمواجع والخراب في الدنيا والآخرة لما يقترب من المعاصي. وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتوا. إنما الحاجات اللي فيها طاعات اللي ربنا عز وجل أمرنا بها الإنسان يجتهد يأتي ما استطاع منها. يعني مثلا الصلوات في سنن وفي فرائض، لا يأتي بالفرائض ده الأساس. السنن اللي ربنا قدر عليه يعمله في الصيام، يا شهر رمضان، لأن رمضان دي فريضة تعتبر جريمة عند الله سبحانه وتعالى الإفطار في رمضان. ولكن في صيام اثنين وخميس، وفي صيام يوم عرفة، وإن كان صيام عرفة بيكفر سنتين، بيمسح ذنوب سنتين. يجتهد قدر مستطاعه أن ينفذ طاعة الله عز وجل في أمره، ولكن المعاصي ينبغي أن يجتنبها تماما ويعلم أنها ضرر وهلاك له. والحقيقة جميع هذه المعاصي هي خبائث. يقول ربنا عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الإنسان المعاصي هي الكذب والخيانة والسرقة والغش وترك الصلاة والبعد عن طاعة الله. كل هذه الجرائم تؤدي إلى هلاك. ويقول ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني اقتراء المعاصي هي مصائب وكوارث تؤدي إلى ألام ومواجع في الدنيا، وتولي عز بالله إلى نار جهنم إن لم يتب الإنسان قبل موته. وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم. كل الأوامر الربانية اللي ربنا عز وجل أمر بها الإنسان يجتهد على قد ما يقدر. ربنا عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الحاجة التي لا تستطيع أن أنت تقدر عليها أنت غير مكلف بها. حتى سبحان الصلاة اللي هي عماد الدين، إنسان مريض يصلي وهو جالس، إنسان مش قادر يتوضأ يتيمم، يعني يضرب كده هو إيده مثلا حتى في الفرشة بتاعته، سبحان، مش شرط في الرمل، ضربتين كده هو ويمسح وشه كده خلاص توضأ، مش قادر يتوضأ، ظروف الصحية لا تسمح، ثم يصلي وهو جالس. طب لو مش قادر يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم، سبحان الله. طب يصلي بعينيه، طب مش قادر عينيه، يصلي بخواطره، سبحان الله، ولكن لا يترك الصلاة. المهم أنه لا يترك الفرائض ويكون حريصا على اجتناب المعاصي. ما نهيتكم عنه فانتهوا، يبقى البعد عن المعاصي تماما. تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. ولكن اللي ربنا امرك به من الطاعات تاتي ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا هو جمال الدين عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقه ان الطاعات الربانيه كلها جاءت للطيبات. الحقيقه منهج ربنا سبحانه وتعالى جاء لحفظ الدين الاول، ثم لحفظ النفس. كل المعاصي والعياذ بالله بتهلك النفس، زي شرب الخمر وزي الزنا، وكل المعاصي اهلاك النفس. وبعد ذلك حفظ العقل، وبرضو كل المنهيات وكل المعاصي بتؤدي لضياع العقل. ثم بعد ذلك حفظ النسل، ابنائك وذريتك واحفادك. اخر حاجه حفظ المال، سبحان الله، المال جاء متاخر اخر حاجه. يبقى الانسان يحافظ على دينه، يحافظ على نفسه، يحافظ على عقله، يحافظ على نسله، وآخر حاجة المحافظة على المال. كل ذلك لما الإنسان يؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى باجتناب المعاصي، وأن يفعل ما يستطيع أن يفعله من أوامر الله عز وجل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.